مشان الله عارين يلا مشان الله عارين يلا ومن الدهش العافية ومن الدهش العافية ومن الدهش العافية. طبعا هذا الدم الذي يترقرق على الأرض الفلسطينية من عرين الأسود إلى كتيب الجنين إلى كتيب الجبع وكتيبة بلاطة إلى دهيشة إلى الخليل إلى بيت ريما إلى عائلة الرماوي الشهداء، هذا الدم اليومي الذي شوشبت الأرض من أجساد الأبطال من أجساد الشهداء هو يصرخ فينا، يصرخ في كل فلسطيني في كل حر في هذا العالم بأن القضية الفلسطينية هي قضية الأحرار والأشراف، وبأن هذه القضية لن تنتهي إلا بتحرير الأرض. عمر ابني الله يرحمه شهيد من شهداء الجنة، الله اختاره شاب زي هالشباب بروح على شغله بيجي كل الناس بتحبه، نسوان كبار زلام حتى الصغار بيحبوه، ضحكته دايما مبتسم، إن كان مهموم مبتسم عمره مشاكة، بالعكس وردة ما شاء الله عليه.